انا عارف اللي الفيديوهين اللي فاتوا الكواليتي بتاعت الاضاءه والصوره ما كانتش كويسه او ما كانتش احسن حاجه، انا كان عندي احسن من كده بكتير يعني، بس المشكله كان عندي شويه مشاكل في الاضاءه والرينج لايت اتحرق والشرايط الليد اللي عندي الكتيره قوي في الاوضه في حاجات منهم باظت. فيعني قولوا لي كده اللوك لحد دلوقتي عامل ايه، وقولوا لي كده تحت في الكومنت كده هل اكمل باللوك ده ولا اغير برده السيت اب واغير برده الاضاءه. بس ما علينا يعني، ندخل في موضوع الفيديو. الفيديو ده هيعجب قوي الناس اللي بتحب السمارت فون او بتحب التكنولوجيا او بتحب الاكسسوارات بتاعت التليفونات او الساعات او البندات او الحاجات الرياضيه اللي في الجيم والكلام ده. فاحنا النهارده جايين نعمل ريفيو عن الساعه سمارت كات. يلا عايز اظهر المج باي طريقه، فانا مش عارف هل كده ظاهر ولا اعمل لي كده مثلا. ماشي كده حلو كده مهم. ما علينا، ندخل في موضوعنا على طول. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. لقمر شوفني انا كريم عفه بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. الساعات الذكيه او السمارت باند دي تقريبا كل الناس عارفاها خلاص، وكل الشركات نزلت البراند بتاعها، وطبعا كان اولهم طبعا ابل لما نزلت السمارت بتاعتها او الابل ووتش بتاعتها وحققت نجاحات كبيره جدا. بس طبعا مشكله براند ابل او الابل ووتش الساعه بتاعتهم ان هي غاليه جدا جدا، فالشركات التانية حاولوا يعملوا حلول زي ما كانوا عاملين كده حلول في الايربودز. يعني شركه شاومي نزلت باندات، وبعد كده بقى اونر وواوي وسامسونج والكلام ده، وبعد كده بقى السوق كله بقى مملي من الووتش سمارت دي او السمارت ووتش او الباندات، وبيبقى ليها كمان كذا شكل وكذا نوع، ودخل كمان بقى حاجات بتقلد شركه ابل في الساعه بتاعتها والوظائف بتاعتها. فتعالوا بينا نتكلم النهارده على الووتش اللي معانا. يلا بينا. هو اول حاجه بس كده هنعمل لها بس انبوكسنج سريع كده يعني، ويعني لو احنا كده بصينا هنلاقي بس اللي فيه ستراب بس مفيش الساعه، علشان انا الساعه اصلا معايا سبحان الله يعني، او انا ما استحملتش بصراحه ان انا استنى لحد ما اعمل فيديو، كانت عجباني جدا جدا. فهي جاي معاها الستراب الابيض في اسود، وفي طبعا الوان تانية بس انا اخترت الابيض في اسود، وجبت لها كمان ستراب لونه اسود علشان تبقى معايا اثنين يعني افضل ابدل فيهم. ولو فتحنا كده هنلاقي بعد كده الكتالوج اللي محدش بيقدر خالص، وبعد كده الشاحن بتاعها. واللي عجبني اول حاجه في السمارت دي اللي هي الشحن بتاعها حلو جدا جدا، مش فكره بقى انت لازم تشيل بقى الساعه من البند عشان تشحن الساعه والكلام ده، لا هو كده كده اصلا الموضوع كله مغناطيك من هنا، يعني انت بتحط بس اليو اس بي دي في اللاب او الكمبيوتر او راس شاحن او اي حاجه، واول بس ما بتشبكها بس كده بالساعه هي بتعمل كونكت على طول وبتشحن على طول او بتلقط على طول هما الاثنين وبيشحنوا على طول. واول حاجه لاحظتها في الساعه ان السطوع بتاعها عالي جدا جدا جدا، يعني لو انت تحت الشمس هتقدر تتفرج عليها عادي جدا، او هتقدر تقرا المحتوى بتاعها عادي جدا جدا من غير اي مشاكل خالص. تاني حاجه عجبتني في السماعه دي هي الانظمه اللي جواها، يعني بتحسب لك انت مشيت قد ايه او مشيت كام خطوه النهارده، وبتحسب لك الكالوريز اللي انت حرقتها، وبتحسب لك ضربات القلب او معدل ضربات القلب عندك، بتحسب لك ضغط الدم في جسمك، وبتحسب لك كمان كل الالعاب الرياضيه اللي انت ممكن تلعبها، اذا كان مثلا جري، هاند بول، باسكت بول، تتسلق الجبال، ما تفهمش ليه في مصر ليه تتسلق الجبال اصلا، تمشي، تلعب بالعجله، يعني هي اصلا مخصصه لكل الالعاب تقريبا الرياضيه او معظم الالعاب الرياضيه، عشان لما تيجي تلعب اللعبه دي تقوم مشغلها فيحسب لك التايمر بتاعها وحرقت كالوريز قد ايه. وهي ساعه عاديه جدا بتتميز بكل الخصائص اللي الساعات التانيه بتتميز فيها، ولكن يعني فكره ضربات القلب او ضغط الدم والكلام ده هي يعني اوبشن موجود بس اي مش دقيق، يعني ممكن مثلا 99% 98%، لكن الدقه اللي هي 100% لا، انت روح بقى اشتري ساعات قبل يا باشا بقى ب 18000 جنيه، مش عاجبك بقى على الشيء اللي احنا بنتكلم عليه براحتك بقى. لو انت اصلا لابسها اصلا وانت ماشي الناس هتحس او هتفتكر ان انت اصلا لابس ساعه ابل ووتش، وده لان هي مقلده قوي 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 ساعه ابل ووتش، يعني حتى كمان السكرول اللي على جنب الزرار اللي بيلف ده هو طبعا بيلف بس ملوش اي لازمه، هو بس بيتداس عليه عشان يفتح الشاشه وبيقفلها، لكن شكلها عامل زي الابل ووتش بالظبط، بنفس حتى الحلقه حتى الحمراء اللي ما بين الزرار وبنفس كل حاجه حرفيا. نيجي بقى للبطاريه. البطاريه من الحاجات اللي عجبتني جدا 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 فيها، بطاريتها بتقعد 15 يوم لو انت بس هتشغلها بس كوضع الاستعداد بس تبقى في ايدك وكل حاجه، لو هتوصلها بالتليفون بالابلكيشن طبعا بتاعها، وفي طبعا هنا باركود بيقول لك عشان تحمل الابلكيشن بتاعها. وبصراحه انا شايف الابلكيشن منظم جدا جدا، بيحسب لك ضربات القلب بتاعتك وبيحسب لك انت عملت ايه النهارده، او الداتا بتاعت الساعه كلها بتتنقل على الابلكيشن، وممكن كمان تفعل كمان كذا وضعيه للابلكيشن او تختار مثلا الابلكيشنات اللي تظهر لك النوتيفيكيشن، وعلى سبيل النوتيفيكيشن هي بتظهر فعلا النوتيفيكيشن بتاعت الواتساب او الفيسبوك او تويتر او الرسائل
اللي بتجي لك او اي حاجه يعني، بس مش بتدعم العربي للاسف، هي بتدعم انجليزي كويس جدا لكن العربي. انا كلمت الشركه وقالوا لي ان هي يعني هينزل لها تحديث او هينزل لها ابديت وهتدعم العربي ان شاء الله. غير كده كمان ان اصلا كل الاكسسوارز بتاعه الابل ووتش ممكن تركب عليها، اذا كانت البند، اذا كانت السكرينه بتاعه الشاشه، او اذا كانت اي حاجه ليها علاقه بالاكسسوارز بتاعه الابل ووتش هي ممكن تركب عليها، عشان هي يعتبر كوبي اصلا للابل ووتش، وحرفيا كل حاجه ممكن تمشي عليها لو للابل ووتش يعني. نيجي بقى للسعر. الساعه دي موجوده في المحلات او موجوده في بعض الاماكن ب 660 جنيه وب 700 وساعات كام بشوفها، يعني المحلات الرخيصه بشوفها بتبيع ب 500 والكلام ده. ولكن طبعا عشان انت تتفرج على كريم اسماعيل ومش هتندم ان شاء الله، فشركه فابريكا ستو او صفحه فابريكا ستو اللي احنا عملنا عندها فيديو ريسبونسر منزله الساعه دي ب 350 جنيه بس، وكمان يعني هي اصلا رخيصه، يعني اصلا عاملين اصلا عليها ديسكاونت اصلا وتخفيضات، يعني تخفيضات في كل مكان. فانت لو رحت لهم اصلا وطلبت السماعه وقلت لهم ان انا تبع كريم، هيعمل لك كمان خصم تاني، يعني خصم فوق الخصم. فانت بقى مش عايز يا باشا بقى ايه تاخد الخصم فوق الخصم ده، براحتك بقى، روح انت اشتريها من بره ب 660 جنيه، انت فلوسك يا باشا انت غني بقى، براحتك ماليش فيه. فطبعا اشكر البيج بتاع فابريكا ستور ان هو وفروا لي الساعه دي نعمل عليها ريفيو، هم صراحه ادوني هديه بصراحه عشان ما اضحكش عليكم يعني. يعني انا اشكرهم جدا جدا، واشكرهم طبعا على الاسعار بتاعتهم جدا. وطبعا انا اتكلمت قبل كده في الحوار ده ان هم مرخصين قوي قوي في الاسعار، عشان هم اونلاين فكرتهم او المنطق بتاعهم اللي هم مش بيدفعوا نور ولا كهرباء ولا موظفين بياخدوا مثلا الاجر بتاعهم وكام دفع، عشان كده موفرين قوي 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 في المكسب، يعني مثلا بيكسبوا مثلا في الحاجه 50 جنيه 100 جنيه بس، غير المحلات بيبقى عندهم نور وكهرباء وميه والكلام ده. فهم يعني ده الاستراتيجيه بتاعتهم ان هم عايزين ينافسوا السوق، وانا اتوقع يعني ان هم هيكبروا قوي قوي في ظل المنافسات بتاعت دلوقتي والاسعار الغاليه جدا جدا بعد الكورونا دلوقتي. طب نيجي بقى للجزء الاهم في الفيديو، الساعه دي لمين او مين اللي يشتري الساعه دي؟ الساعه دي للناس الرياضيه اللي بتلعب جيم، واحنا طبعا اتكلمنا طبعا عن اهميه الجيم، ان انك لازم تروح الجيم والكلام ده. لو انت هتروحش الجيم انا مش عارف ليه اصلا لحد دلوقتي انت هتروحش الجيم، بس ما علينا، ده مش موضوعنا وده مش الفيديو بتاعنا، وان شاء الله هعمل فيديو اصلا عن موضوع الجيم ده لوحده، عشان انا عامل حسابي في البلان بتاعتي لازم اعمل فيديو اذكر الناس عن موضوع الجيم واهميته ده. لو انت بتروح الجيم، لو انت بتلعب مثلا رياضه مثلا تنس او عجله او بتجري في الشارع او بتتمشى او انت اصلا عايز تعرف حالتك الصحيه، وانك تبقى معاك ساعه سمارت طبعا ارخص من قبل بكتير جدا جدا جدا، وبتقيس نبضات القلب وبتقيس ضغط الدم ونسبه الاكسجين في الدم، دي اهم حاجه طبعا الساعه بتتميز بيها علشان موضوع الكورونا والكلام ده. فالساعه دي ليك، او الساعه دي انسب اختيار ليك انك تختار الساعه دي. اللي حابب يشتري الساعه دي هسيب له اللينك تحت في الديسكربشن، يدخل يكلم الصفحه ويقول لهم انا عايز اطلب الساعه دي وانا تبع كريم عشان يعمل لك خصم فوق الخصم اصلا. وبس كده، ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده، عشان يجي لك اي ابديت في حياتي. وعايزين نوصل ل 6000 سبسكرايب كمان على اليوتيوب عشان نكبر كمان وكمان بيكو. وكالعاده يوسا كوتش، السلام عليكم.